كاتف. بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين محمدا عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعينا جمهورنا الغالي متتبعي صفحة سيدة صالحة بسكري، أهلا وسهلا ومرحبا وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع، مرحبا مرحبا بالحضور. كما راكم الماكس دو بارتاج هكذا نبدأ مباشرة، لأنه هذا اللايف رايح نديروكم متقطع، يعني ندير لكم الفترة الأولى ومن بعد نزيدوا الفقرة الثانية والفقرة الثالثة، بهكذا تستفادوا معايا في الوصفة تاع نهار اليوم. رايح نديرو محمر كيما شفتوا العنوان، ومجمر وبنين بكل خطواته، وبرك إن شاء الله تنطمو طاقي للبنات اللي معاكم ولا صحاباتكم. هكذا نبدا مباشره، راح نمد لكم الوصفه هذه على طريقتي. راح ندير زوج وصفات برك، نديرهم متقطعين كما قلت لكم، ما نقدرش نشدكم كامل حتى يطيب، ولكن واحد راهو يطيب واحد راني نوجد فيها كذا باش تستفادوا معايا كامل من الخطوات هذه. قلت طريقتي. اميره من البوليده مرحبا، مليكه صحيتكم شكرا، ام ادم مرحبا، رضا جيجي سلام اهلا ومرحبا، ويام اهلا اهلا بالجميع، معاك من عين طفله هديل مرحبا شكرا الماكس دو بارتاج. باه نبدا مباشره لانه راح تشدني هذا، نحضروها كيف كيف. زوجي السر وسعادتي مرحبا شكرا ليك ايات الرحمه، بشاير الهدى، ام ابراهيم ايضا سلام، ماكس ماكس دو بارتاج ما تخليوهاش محبوسه بين يديكم، مني ليكم منكم لغيركم كما العاده. ام زكريا، ام ابراهيم، رفيده سلسبيل ورحيل مرحبا، اسيره الصمت، نبيل عبد الجليل من قسنطينه معك شكرا، ايه الرحمن طيب شكرا، اهلا اهلا بالجميع. اللي كومنت راهم يطلعوني بسرعه بسرعه، كاين اللي مانيش نقراها. سليمه مرحبا، سليمه من تمرست، فاتي، كيكا، مايا لي سبيك انجلش اهلا، من شلف مرحبا، بناس شلف انا مشاركه جديده مرحبا مرحبا بك، يظهر لي اسمك طيب مرحبا اهلا. نادية أهلا بيك، شدا قلت لكم برك طاقيو لي زامي تاعكم وطلعوا شوية باه نبدا ليه ليه، لأنه واحد راه يطيب واحد راني نوجد فيه، ونشرح لكم في نفس الوقت ونقطع معكم اللايف. مساء الخير، يوم الأحد ركن الطبخ نتاعك فات في قناة، لا لا ما خدمتش نهار الأحد في قناة القرآن البارح، نهار الخميس إن شاء الله ما خدمتش عجل العيد، بصح نهار الخميس ان شاء الله هنكون في قناة القرآن على 11:30. قلت لكم البرنامج يبدا بالحد والخميس، برك هذا الحد اللي ما رحت عجل العيد. ياسمين، فيفي، امونة، ماري، خلدون، سارة اهلا بيك، هيازا مرحبا ربي يعاونك شكرا، ميسا 315 زيدوا شوية برك لا يستاهل منكم اللايف، لانه درتو على خاطركم كنت قادرة نوجدو وحدي، برك حبيتكم تستفادوا من وصفاتي البيتية، يعني اللي نديرها أنا شخصيا بخطواتي أنا شخصيا بالملاحظات وكل، رغم اللي يعني نعرفوا باللي الكتف تاع العيد يطول في الفرن، أنا الوصفة هذه مش راح تطول، راح نديرها لكم تاع ليه ليه وراك تشوفوا كيف هنخدمها، اللي مازالها الكتف ولا حتى اللحمة كيف كيف، راني يعني حندير وصفتين في وصفة. كل يوم جديد اكيد هذا برك بالدعم نتاعكم، يلا بينوا لي دعمكم رايح نبين لكم انا حتى انا وصفاتي، كونوا مع بعض طاقيو لي زامي وراح نبدا ليه ليه. اذا كنت عندي الكتف ولا هكذا زيدوا شويه طلعوا اللايف، اللي راطيتو الوصفه هذه والله رايحين تندموا عليها، انا يعني قلت لكم وصفات مميزه وصفاتي الخاصه،
ما راهيش يعني من مدوناتي انا فقط الشخصيه. اذا نحبس التعليقات وانتم عليكم تبداو يعني تطلعوا في اللايف وانا نبدا مباشره. اذا هنا واش عندي؟ قلت عندي انا راني نديرها في اللي راهو يطيب في الكوكوطه، عندي طرف تاع اللحم نفس الطريقه اللي راح نديرها هنا، درتها في الطرف تاع اللحم باه نكونوا واضحين. نفس الطريقه اللي راح نديرها في الكتف درتها في المرصوات تاع اللحم، ومن بعد نوريكم كاع الخطوات كيفاه. فاقت 724، الله يبارك عليكم والله تستهل منكم هذا الوصفة، تستهل منكم تعلموها. إذا قلت عندي الكتف هذا ما تشلحوه لا بالموس لا والو، دوك نوريكم طريقتي كيفاه ندلو. دقيقة برك سامحوني، هنا عندي هذا الكتف هذا راح يطيب لكم في نص ساعة. ديروا الطريقة نفسها في المرصوات اللي راهم يطيبوا. تحبوا ديروا كاين اللي يعني يقطعوا الكتف تاعهم تاع العيد، وكاين اللي راهو عندهم مرصوات، وكاين اللي راهو عندهم وافي. انا هنا شوفوا هذا رايح يطيب هكذا كيما راه في الكوشه، بصح انا مش راح نطيبه في الكوشه برك. شوفوا اش درت له هنا، تشدوا شفره ها ان شاء الله برك تكون الصوره واضحه. شوفوا تشدوه كيما احنا نقولوا تفعصي الكتف تاع اللحم، هنا تضربيه بالشفره على زوج بصح بلا ما تلحقي للوجه، هنا تكسري العظمه تاع الكتف، تكسري العظمه. احنا نسحقوه كيما راه وافي. نتوما هنا شديروا واحد الحيله ديروا، هذه طريقتي. شدي هذا الكتف ضربيه بهنا بالشفره ماشي بالموس، بالشفره كسري هذا العظمه كيما احنا نقولوا يتفعص على زوج، ها ينطوى على زوج. درك تقدروا تطووه على زوج، ما ديروا له والو، فعصيه برك وحطيه 917 زيد والله يبارك عليكم، لانه وصفه والله مميزه. تفحصيه هنا بالشفره ومن بعد تعاودي ترجعيه عادي درك هكذا، ها شغل ماهوش مقطع كاع الداخل ما يبانش. الاطراف تاع اللحم عادي اللي راهم يطيبوا خليهم يطيبوا عادي، ما يعني كيما قطعتوهم ذيك هي، ماذا بكم برك يكونوا شويه كبار. قلت نفس الطريقه نديرها في الكتف، نفس الطريقه نديرها في المرصوات. هاني قطعته هنا فعصتو، دوك شنو ندير؟ رايح نديرو في الكوكوطه، يطيب قبل في الكوكوطه. علاه قلت لكم تقدروا تفعصوه على زوج. دوك انت يا كتف ماش راح يدخل في الكوكوطه، ماش راح تجي كوكوطه صغيره. علاه قلت لكم انا نفعصو على زوج ومن بعد كي نحطو هكذا على زوج في الكوكوطه، ما مشتيه ما دخلش زيدي فعصيه شويه. المهم هنا ما يبانش، المهم هنا ما تلحقيش لهذه الجلده، هنا راهو مفعوص بصح ما تلحقيش للجلده. دوك نتبلوه، هذا هو المحمر على طريقتي. دوك تشوفي كيفاه نتبلو. انا هنا عندي زروديه، عندي هذو من بعد نوريهم لكم في اللايف الزاوج، ما تراطيوش. اذا هنا شتا عندي؟ دوك نفترض بلي راني حطيته في الكوكوطه، انا مازال ما حطيتوش بصح نتوما هنا راكم حطيتوه في الكوكوطه هكذا مفعوص هكذا على زوج. ها هاي ان شاء الله تبان الصوره. شوفوا يكون وافي، راني ضربته بالشفره باه هي شندير. راني حطيته في الكوكوطه، نحط ورقات فرنسا. شوفوا شنو نحط عليه. عندي 3 حبات تاع بصل، 3 حبات اللي بغى اللحم تاعو يجي بنين يتبع الطريقه هذه. 3 حبات بصل سكرفشتهم ولا طحنوهم وعصرهم في صفايه رقيقه، هذا هو اللي نمرق به. قلت سوا الكتف سوا المرصوات. عندي قلت الحبات بصل في هذا الكتف، هذا درت لي 3 سكرفشتهم، مانيش نقرا في التعليقات سامحوني مبازيه برك على الوصفه بصح راني ندخل وراهم عندي لي زاد منهم يقراوه ما تخموش. قلت سكرفشتهم، هذا الماء هو اللي نمرق به مش راح يطيب لي في المرقه. ودوك تفهموا علاه درت هذا الماء تاع البصل، هو اللي راح نخدم به الزيتون، هو اللي راح نخدم به الماشطو، هو اللي نخدم به الروز. هذا البلان اللي راح ندير لكم اليوم فيه بزاف، فيه اللحم، فيه الروز، فيه الخضره، فيه الماشطو، فيه الزروديه، وفيه الزيتون، وفيه البطاطا. تبعوني برك. عندي قلت اللحم راني حطيته على زوج في الكوكوطه يا ناس، ماشي في السنيوه، راكي فعصتيها على زوج باه يدخل في الكوكوطه، هو يدخل. دوك تشوفي كيفاه نطيبو في الكوكوطه. من بعد نحطوا له الملح،
حطوا الملح، اللحم يبغي الملح. ها وانا ما نبغيش هالطريقه تاع الرش يعني في الملح، بيدي احسن. تملحيه من زوج جوايع، هذا راهو رايح يدخل للكوكوطان، ومن بعد نوريكم الطريقه تاع التحمار. دخلت لو كان ديري هكذا في الكوشه، ريحي طيب كاسي وغلفي بالالومنيوم، غلفي بورق الطهي وريحي طول ثلاث سوايع وانت شاعله الكوشه مع السخانه. تبعي طريقتي، يتحمر في نص ساعه. حطيت الملح، دوك نحط فلفل الكحل، ماكس دو بارتاج، هكذا تستاهل منكم الوصفه، نكملها معاكم. عندي فلفل الكحل ها بالجهتين، شنو نحط؟ نحط سنينات ثوم. انا نفترض بلي حطيته هنا في الكوكوطا، ها سنينات تاع الثوم كيما راهم تشلوهم وتخلوهم بالقشره، راهم في الكوكوطا. ها مازالت تتبيلهم. شندير؟ نحط نمرق بهذا، ما تقلي ما والو، بارد في بارد. وبرك نمرق بهذا الماء تاع البصل، راني حطيت كلش في الكوكوطا. انا الكوكوطا علاه ما جبتها لكمش دوك، راني دايره فيها اللحم راه يطيب، لانه دايره زوج وصفات باه نربح الوقت نوريكم زوج وصفات. مرقت بالماء تاع البصل، قلت ثلاث حبات تاع بصل في كتف كيما هذا، سكرفشتو وعصرتو، ماشي البصل غير الماء. ها هي البنه كاع في الفلفل والبصل، ما تحطوش توابل بزاف، الرند الثوم فلفل وملح. هنا نديرو في الكوكوطان مع قطرات برك تاع الزيت، قطرات ماشي بزاف، خاطش اللحم نغني فيه بزاف الزيت. ديروش بزاف الزيت. شنديرو دوك؟ نغلق على الكوكوطا، نغلق عليها وندير النار شمعه، الفرن تاعي يكون شمعه، نار خلاص مرقت ما ندير لا ما لا والو. دوك النار اللي عندي نديرها شمعه، كيما حنا نقولوا تقتلي كاع الفرن تاعك للضف كيما الشمعه. وديري الكوكوطا فم مباشره، وديري الصفاره وتحسبي له كل مره تفاقديه، يعني من نص ساعه للفوق تبداي تفتحي في الكوكوطا. نص ساعه فتحي الكوكوطا وشوفيه كي يدخلوا الطياب، يبدا يتنحى العظم على اللحم. راكم تعرفوا يعني كل واحد والخروف، دوك كاين اللي كبير يطيب بالخف ما يطيبش بالخف، وكاين اللي صغير يطيب بالخف. برك انت من نص ساعه لغدا تفاقدي فيه، المهم يبدا طايب كي الزبده، تخلوهش يطيح بزاف العظمه تاعو. نجبدوه وندوزنوه ندخلوه للكوشه، نوريكم كيفاه ندخلوه للكوشه، لانه كي رايحه ندوزنوه رايحه ندوزنوه هو طايب، هو طايب برك. نعطيلو التتبيله وندخلو يطيب بالشي اللي راح نقول لكم عليه درك. انا نوجد لكم التتبيله تاعو باه نربح الوقت، لانه هذه الطريقه راح نديرها مع اللحم اللي راهو طايب. شويه هكا ونرجع لكم اللايف، تبعوني هنا في التتبيله. شي هي هنا، ها عندي بول، قلت كيما راه الكتف هذا يدخل في الكوكوطا ما ندلو حتى اضافه، قلت ملح فلفل تفعصي هذا الكتف على زوج في الكوكوطا، تحطيه تحطي الزيت والثوم والرند والملح والفلفل وسنينات الثوم صحاح، وتحطي كلش في الكوكوطا يطيب غير في البنه اللي فيه، غير بالبنه تاع البصل. هذاك البصل يطري لك اللحم، يعطي لك البنه، ويزيد مع هذاك الماء تاع اللحم يعطي لك صلصه هذيك الزيتون. هنا كي طيب نفترض باللي طاب، انا دوك شويه ندير لكم اللي راه طايب في الكوكوطا كم تسمعوا فيها تصفر. هنا كي طيب نحطه في سنيوه كيما هذه، دوك نفترض باللي طاب في الكوكوطا، نصفيه نجيبوا لهذا هذا البلاطو ونوجد له تتبيله. هذا التتبيله كانت خطوات كان نكملهم معكم. هذه التتبيله نحط فيها لامونتا، ندير شويه بزيادة بسكرة، وعندي اللحم وعندي الكتف، حطيت لامونطارد، نحط إلى عندكم خل البلسانيك، ولا ما عندكمش روحوا لخل التفاح،
ما عندكم باش خل التفاح روحوا الخل الابيض اللي كان كاين، بصح هي خل البلسميك احسن، موراها يجي خل التفاح وموراها يجي الخل الابيض. ها نحط شويه تاع الخل مع لا موطات، هذه راح نحمر بها في الكوشه كي طيب. عندنا توابل، عندنا هنا عندي كركم، عندي قزبر، عندي لي زيبيس تاع الشاورما تاع اللحم. قلت لكم هذو لي زيبيس تاع الشاورما يعني ضروريين في الماكله. ها دوك الملح ما نديروش باسكو راه طايب مالح. توابل تاع الشاورما، عندي كركم غير شوي شويه، قزبر، قزبر انا هذه طريقتي في المحمر على العام، وعندي فلفل الكحل، وعندي العكري، شويه زنجبيل يطري اللحم الزنجبيل، وعندي العكري، ها العكري يعطيني لون، عندي فلفل الكحل، وعندي زنجبيل، زنجبيل يطري اللحم غير شويه. هذو كيما راهم نخلطوهم، هذو كي طيب لي اللحم في الكوكوطه من نص ساعه للفوق نجبدوه نصفوه نحطوه هنا في ذا البلان، في ذا البلان دوك ندير معاكم الخطوه في اللايف الزاوج. وهذيك المرقه، ديك المرقه نصفوها، نصفوها برك من هذا الورق تاع الرندو الثوم، ونرمي فيها الزيتون إفيلي. دوك نفهمكم، هاهي انا هذه الخطوات كاع نخدمهم قدامكم. هاو الزيتون إفيلي، تشلوه تغلوه فوق النار غلوه وحده، ومن بعد ديك المرقه اللي صفيتوها من اللحم ارموا فيها هذا الزيتون وحسبوا زوج دقائق لا اكثر، زوج دقائق برك. هذو الخطوات كاع تشوفوهم واجدين. عندنا اللحم تاعنا كي يطيب ندهنوه كاع بهذه التتبيله من الفوق ومن التحت، ونشعلوا له الشوايه ونخلوه يتحمر. دوك راهو طايب، نطولوا التحميره تاع الوجه بهذه الخلطه هذه، وهذه الخلطه نحطوا فيها برك زوج مغارف تاع الزيت، زوج مغارف تاع الزيت ما يسحقش، قلنا اللي دام بزاف ما ديروش الزبده في اللحم. اذا هنا قلت نحمرو، وهذيك المرقه نطيب فيها الزيتون إفيلي بعد نكون غليته غلوه وحده. عندي هنا راني موجده هاهم، عندي ماشطو، وعندي زروديه مازال ما صوتيتهمش بهذيك لاصوص، وعندي ايضا الزيتون الروز راهو يغلي فوق النار. دوك هنايا كي نكمل اللايف الاول هذا نختم معاكم، نروح نصفي اللحم اللي راهو في الكوكوطه، نصفي اللحم اللي طيبته نفس الطريقه تاع الكتف، عندي هنا كتف وعندي اللحم تاع المرصوات يطيبون نفس الطريقه. نصفي ان ندير هذا يطيب في الكوكوطه، ونصفي اللحم باسكو عندي كوكوطه واحده، واحد ما يكذبش على اخوه، نصفي اللحم الاول ونرمي هذا الكتف به بهذا التوابل بهذا الماء تاع البصل، ونغلق ندير الصفاره ونغلق الكوكوطه ونديرها نار شمعه، نبدا نحسب له من نص ساعه للفوق، يعني كل نص كي تفوت نص ساعه بدا يتفاقدي في اللحم حتى تشوفيه طاب. المهم كي يطيب هنا راهو ما تنساش بلي راهو مفعوص يعني المرصوع لازوج، عاودي رجعيه للشكل تاعو وحطيه في سميكتو، ونكمل معاكم هذا الخطوات. اذا نتوما ما تروحوش بعيد، انا راح نحضر كامل واش تكلمت، نصفي اللحم، نغلي الزيتون في المرقه تاع اللحم الاول، ها هي نصفي الروز اللي راهو يغلي، نصوتي هذا الخضره، ونقلي البطاطا، ونولي معاكم في اللايف الزاوج، يعني خطوه تبع خطوه. المهم المرحله الواعره مديتها لكم، يعني الاساسيه هي هذه، كيفاه يطيب الكتب في الكوكوطه مفعوص. ما تخلعكش تقولي رايح يفسد، ما يفسد ما والو، هذه هي طريقتي. ها ما تقووش التوابل في اللحم، كي يطيب في الاول يطيب كيما راه. ندير التوابل في المرحله الزاوجه. اذا هنا مضطره اني نختم معكم اللايف.
ونعاود نرجع معكم ونحضر معكم اللايف الزواج بكل خطواته. برك انتوما ما تروحوش بعيد وفاقدوا اللايف مرة على مرة، رايحين تستفادوا. قلت سواء عندك كتف سواء عندك مرسوات يطيبوا لك الزبدة، يطيبوا زبدة زبدة يعني، وديك محمر لبس عليه، تحبي تحمريه في الكوكوطة كيما راه، تحبي تعاودي تدخليه للكوشة كيما ذكرت. هذه هي طريقتي أنا، هذا هو العنوان اللي مديته لكم. كاين بزاف يديروا للكتف ولا الجيكو ولا يعني الشيء اللي كان عندكم ديروه، وديروه من الاول هو يطيب في الفور، من الاول هو يطيب، وهو يطيب 3 سوايع هو في الكوشه. قولوا الصح يعني، شكون دارت اللحم في الكوشه وما طول لهاش. ومن بعد ما يطيب تتفاقديه، تلقايه مازال شويه قاسي، تلقاي ديك البنه تاعو مشات راحت، تبخر جا ناشف شويه، روحي رمي لاصوص. هاي الطريقه الصحيحه، في نص ساعه تاكلي مرسوات اللحم محمرين وطيبين كالزبده للكبير وللصغير. اذا ما تروحوش بعيد، بركي نعاود نرجع الماكس دو بارطاج. اللي ما شافتش معايا ناديه، مرحبا بك ناديه، قابله رئيسيه في مستشفى مكور حمو، زميلتي وصديقتي وحبيبتي واختي من الجيش الابيض، ربي عينك ان شاء الله، كل عام وانت بخير ناديه. اذا قلت كامل الحضور اللي راهم معنا، عاودوا ترقبوا اللايف الزاوج، والله ما تعطيوش هذا الوصفه، رايحه تفيدكم. على بالي كاين اللحم في الدار، سوا طيبتوا حتى الرقبه تاع الكبش، بزاف ناس كاين اللي يبغوا الرقبه تاع الكبش، طيبوها بنفس الطريقه اللي درتها، حتى الرقبه ديروها، ديروا الماء تاع البصل وتشوفوا البنه والطراوه اللي تدوها في اللحم. هذه هي، نختم معكم اللايف ونتلاقاو بعد ما نوجد شويه خطوات. اذا مع السلامه، ما تنساوش كي ترجعوا لماكس دو بارطاج ارفدوا له اللين تاع الرابط هذا، حطوه في صفحاتكم، بارطاجيوه يستفادوا معكم واحد اخرين يعني. اهلا وصفه الطبخ والجمال. صديقتي مرحبا بالجميع كامل اللي راكم معنا، وحده بوحده مازال ما قريت تعليق حتى وحده. اذا ابقوا معايا في اللايف الزاوج وما تروحوش بعيد، بصح برك بارطاجيو اللايف هذا. مع السلامة ونتلاقاو بعد لحظات فقط.